يلا بينا نعمل كيمباب في الحلقة الخامسة من يلا نطبخ بالكوري بالنكهة المصرية. أول حاجة هنعملها هنبشر جزراية، وممكن تقطعوها بالسكينة مش مشكلة، بس أنا بفضل إن احنا نبشرها أكتر. وهنجيب خيارة ونقطعها بالطول كده ونشيل البذر بتاعها منها. شوية زيت في طاسة هنشوح فيها الجزر وبرشة ملح عشان تنزل كل المية اللي في الجزر. وبعدين هنبدأ نعمل البيض على طول وراها، هنعملها بيض أومليت، بس الفرق الوحيد إن احنا هنتنيها تانية بسيطة بحيث إن هي تكون نص أومليت مش أومليتة كاملة، عشان هنبقى محتاجين إن احنا نقطعها بالطول. طبعا نجيب ورق سوشي أو النوري أو ورق الكيم باب في ناحية خشنة وناحية ناعمة، هنستخدم الناحية الخشنة. وانا اوريدي كنت محضرة الرز من امبارح، كان معايا بقية رز من السمك، لو لسه متفرجتش على فيديو سمك هتلاقوه عندي على البروفايل. فاحنا عارفين ما بنرميش اي حاجة، انا استخدمت الرز في كذا حاجة، هو هنعمل كيم باب وعملنا سمجك يعني كذا حاجة، فاوعوا تهدروا اي مكونات. هنرص الخضار بالطريقة اللي شفتوها ديت، وطبعا نستخدمها كبروتين الكابوريا، وهنقفلها بالطريقة دي. اول ما تبقى لازقة كده في الرز بنبلها شوية مية ونلفها تاني، وكده الرول بقت جاهزة معانا. اللي ما عندوش الحصيرة انتوا تقدروا تعملوها يدوي عادي جدا، واليدوي تقريبا احسن بكتير من الحصيرة. وبس كده احنا خلصنا الكيمباب، وطبعا مفيش كيمباب من غير كيمتشي. وطبعا ده كيمتشي كنت عاملاه اوريدي بقالي 3 اسابيع ومخمره كويس قوي، وطبعا كان طعمه خطير جدا، يعني كانت اول فتحة يا جماعة. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد، وانيا.